منورين. منورنا ومشرفينا، واكيد الهدف من الفقره دي ان احنا ممكن نبقى باب لبعض الناس اللي اخذوا القرار ده بشكل غير مدروس او مفاجئ او لاي سبب ايا كان، يعني يجوز بعد ما يسمعونا يبقى عندهم امل ان ممكن يحصل رجوع وتغيير للافضل، ويجوز نفسهم تتصدوا ويقرروا ان هو كان القرار الاصوب. نبدا الاول مع حضراتكم، واسمحوا لنا طبعا ليديز فيرست او السيدات اولا، وبرحب بيكي استاذه نيلي ودكتور ساره. اهلا بحضرتك. طيب دكتور ساره، من واقع خبرتك الشخصيه، حضرتك يعني كان في تجربه زواج وتم الانفصال، او بشكل عام لو مش حابه اتكلم بشكل شخصي، وارد ان اتنين بعد الانفصال بفتره يرجعوا لبعض، صح؟ صح. وارد يعني يندموا على هذا القرار. وارد. يعني انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، يعني انا مثلا ممكن ناس لما يجي يكلموني ساره احنا بنفكر في الانفصال ليه، في ناس بتاخد يعني خطوه الانفصال كنوع من انواع الهروب من مواجهه المشاكل، ان خلاص بيحصل ضغوطات، ضغوطات شديده جدا نتيجه الحياه، نتيجه الظروف، نتيجه التعاملات والتدخلات اللي من الاهل او من المجتمع نفسه بشكل عام، بيبقى في تنمر طول الوقت او حاجه، فالناس بتاخد خلاص خطوه ان انا هنفصل، وخصوصا كمان لما يكون الشريك على غير توافق، مش شرط ان يكون في عيب فيه هو شخصي، لكن الاثنين مع بعض بيبقوا في حاله عدم توافق، فبيحصل ما بينهم مع بعض. ممكن نفس الاثنين مع اشخاص ثانيين ينجحوا جدا، انتظمت بقت سويه وكويسه. بدليل لما يجي مثلا حد يقول لك معقوله الشخص ده يعمل كده، هو حضرتك ما بيعملش ده معاك كصديق كاخ كصاحب، لكن كزوج النهارده الحياه لا بتختلف. لكن ممكن ان انا اشجع ناس كتيره جدا واقول لهم لا ما تنفصلوش، ما تاخدوش من خطوه حد انفصل ان انت تقلدها. هنا بتشوف منظور حياتك ايه، العواقب نتيجه الانفصال او المحاولات اللي ممكن تتم نتيجه ان انت تبني حياه كويسه سليمه، او ان انت تاخد الخطوه نفسها.